إذن في اليوم 78 بعد 300 من الحرب على غزة، تؤكد حركة حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار مشتبكا مقاتلا مواجها حتى آخر لحظة من حياته. تضع الحركة شروطها على الطاولة: لا عودة للرهائن الإسرائيليين إلا بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من معتقلات إسرائيل. المعادلة واضحة عند حماس: الاستمرار في النهج ذاته حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية. يؤكد القيادي في حماس محمود مرداوي في التصريحات للتلفزيون العربي أن الشروط بشأن مفاوضات الهدنة لن تتغير بعد استشهاد السنوار، والوضع الحالي ينص على الدفع نحو تقصير المدة لاختيار قائد جديد للحركة. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتابع فيه كتائب القسام اشتباكا على الأرض في غزة، تؤكده بيانات رسمية تشير إلى تدمير آليات في شمالي القطاع، ليقول الجيش الإسرائيلي إن جنودا أصيبوا اليوم في معارك شمال غزة. إذن مشهد ميداني مشتعل وواقع إنساني صعب وتساؤل سياسي عن ملامح المرحلة القادمة. يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن من برلين إن عملا يجري على تصور جديد بشأن قطاع غزة من دون حماس ومن دون تدخل إيران. ويتابع البيت الأبيض أن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار، لكن حماس لا تزال موجودة بوضع أضعف وقدرات فتاكة وفق خطاب واشنطن التي يؤكد وزير دفاعها أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد لدعم إسرائيل والدفاع عنها. نبحث في مساحة النقاش هذه المشهد الحالي ومرحلة ما بعد السنوار، نناقش التداعيات العسكرية والسياسية، ونسأل كذلك عن آفاق المفاوضات ومستقبل الحرب. وللنقاش ينضم إلينا من خان يونس السيد إياد القراء الباحث السياسي، ومن الناصرة الخبير بالشأن الإسرائيلي جاكي خوري، ومن واشنطن السفير ويليام روبك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد جاكي خوري في الناصرة. يعني كما تابعت العديد من التحليلات بعد استشهاد يحيى السنوار، ذهبت إلى أن هذا الاستشهاد لحظة مواتية لإسرائيل لإعلان نصر ما والنزول عن الشجرة وتسويق ذلك داخليا، وبالتالي فرصة لإنهاء الحرب. هل يمكن أن يراها نتنياهو كذلك؟ تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. نتنياهو يبحث عن صورة نصر منذ بداية هذه الحرب، وبالتالي اغتيال يحيى السنوار قد يشكل بالنسبة له هذه الصورة، ولكن هنالك جزئية مهمة تتعلق بالرهائن والمخطوفين. طالما لم يضمن عودة الرهائن والمخطوفين إلى عائلاتهم على مستوى يعني شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا يتحدث عن لا يستطيع أن يتحدث عن إنجاز. السؤال الذي يطرح الآن بشكل واضح: لأي مدى ما حصل في اليومين الماضيين وتحديدا الإعلان الرسمي عن اغتيال يحيى السنوار يمكن أن يشكل سلم بالنسبة لنتنياهو لكي ينزل عن هذه الشجرة إن صح التعبير، ويقدم شيء بمعنى أن تكون هنالك مرونة مثلا في شروط المفاوضات حول صفقة التبادل في كل ما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وكذلك إعادة الحسابات في المواقف التي نعلمها جميعا بالنسبة لاستمرار انتشار الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر في قطاع غزة بمفهوم السيطرة في مواقع محورية مثل محور نتسارين وبطبيعة الحال محور فيلادلفي، بالإضافة إلى حرية التنقل والعمل داخل قطاع غزة من خلال التوغل متى شاء الجيش الإسرائيلي، وكذلك رفض الانسحاب في هذه المرحلة. وما تابعناه اليوم من قبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خليل الحي واضح أنه يضع الأمور في مربعها الأول. نعم تم اغتيال السنوار، ولكن لا تغيير في الشروط بالنسبة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات وخطوات الطالب بها حركة حماس. ما لا نعلمه في هذه المرحلة إلى أي مدى الإدارة الأمريكية الحالية، وخاصة في ظل يعني بعض الأصوات. سيد جاكي، سنأتي إلى دور الإدارة الأمريكية. بالنسبة لنتنياهو هناك الآن إصرار
على مواصلة الحرب حتى بعد مقتل واستشهاد يحيى السنوار؟ يعني هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل عكسية في المجتمع الإسرائيلي نتيجة إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب، وبالتالي المقامرة بمصير وأرواح المحتجزين والأسرى في قطاع غزة؟ يعني أولا هنالك شعور ويجب أن نعترف بهذا، يعني هنالك شعور الآن بنوع من النشوة، لا أقول نشوة الانتصار، ولكن الرأي العام الإسرائيلي داعم وبشكل كبير لعملية الاغتيال بكل شرائحه، بضرورة يعني أنه هو الرجل أخذ عقابه بفعل ما حصل في 7 أكتوبر، ولكن واضح أن هنالك قلق في الأوساط المهتمة بملف الرهائن والمخطوفين، وهذا الأمر فعلا قد يكون الآن يعني جزئية فيها إشكالية بالنسبة لنتنياهو ولبعض يعني أوساط في هذه الحكومة، لأنه الرأي العام لدى غالبية عائلات الرهائن أن نتنياهو تنازل عنهم، ولكن بفعل ما حصل يوم أمس والإعلان الرسمي إسرائيليا وفلسطينيا وتحديدا من حركة حماس يقود الآن لنتنياهو، أنت كنت تدعي أن يحيى السنوار هو العقبة أمام تنفيذ وتطبيق هذه الصفقة، الآن يحيى السنوار تم اغتياله وانتهى عمليا، أزيح عن المشهد، السؤال ماذا يمكن أن تقدم أنت؟ وبالتالي التوقعات يعني يكون نوع من المرونة في بعض المواقف الإسرائيلية في كل ما يتعلق بشروط تطبيق هذه الصفقة، ولكن كما ذكرت في البداية في الموقفين البارزين الآن إسرائيلية من جهة ومن حركة حماس من جهة أخرى، يبقى المربع الأساسي مرتبط بالوسيط إذا كان القطري والمصري، ولكن واضح أن الولايات المتحدة هنا دور، إلى أي مدى الإدارة الحالية تعيد حساباتها مثلا وتقول لن نؤجل هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات وإلى ما بعد ربما تسلم الإدارة الجديدة، وستطرح شيء عملي نعم. من خلال غطاء دولي يمكن أن يقدم لحركة أشكرك حماس، حتى الآن ولكن سيد جاكي خوري، سأعود إليك وأنتقل إلى السيد إياد القرى الموجود في خان يونس في قطاع غزة. مسألة استشهاد ورحيل القادة ليس جديدا طبعا على حركة حماس منذ تأسيسها، وفي كل مرة تمتص الصدمة وتملأ الفراغ، لكن هذه المرة هل يبدو هذا الأمر مختلفا، لا سيما وأنه يحدث في خضم معركة واستشهد قائد هذه المعركة وعراب طوفان الأقصى؟ هل نلاحظ شيئا مختلفا ربما هذه المرة قد يشكل تحديا أمام حماس؟ أسعد الله أوقاتكم وضيوفكم الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك غياب ما أسمته حركة حماس قائد معركة طوفان الأقصى يمكن أن يترك تأثير ما على سير الأحداث، لكن هذا التأثير لن يكون تأثير سلبي على المستوى الاستراتيجي أو المستوى الأبعد فيما يتعلق بهذه المواجهة مع إسرائيل لأسباب كثيرة، لعل أولها أنه أرسى منظومة قبل الطوفان الأقصى قادرة على تجاوز هذه المرحلة، وبدليل أنها على مدار عام كامل عملت على المستويات المختلفة، منها المستوى المواجهة العسكرية على مدار عام كامل هي في كامل قوتها رغم كل ما قامت به إسرائيل في استهداف لقيادات وكذلك القدرات العسكرية لكتائب القسام، وأيضا على صعيد حركة حماس التي أيضا فقدت عدد من قياداتها السياسيين لكن واصلت العمل بشكل كامل وأدارت عملية التفاوض مع إسرائيل على مدار عام وفق سياسة ووفق قواعد التعامل مع عملية التفاوض، إضافة إلى العمل الحكومي أو العمل المرتبط بخدمة المواطنين رغم الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة للعاملين في هذه المجالات المختلفة الحكومية والميدانية والأهلية والخيرية، لأنها واصلت خدمة المواطنين والتعامل معها. واضح أنه هو على مدار عام رغم أنه أدارها بشكل مباشر لكن أوجد من يستطيع أن يتعامل مع هذه بشكل طبيعي، ونحن نلمس بشكل طيب. يعني هل يمكن أن نتوقع تغييرا بصورة ما مثلا السيد إياد القرى؟ يعني رغم أن يحيى خليل الحية أعلن مجددا شروط حماس للمفاوضات، لكن من يتابع تسلسل الأحداث خلال السنة الماضية يلاحظ صعود يحيى السنوار، بعض التحليلات تذهب إلى أنه صعود لجناح الصقور للجناح العسكري للسيطرة السياسية على حماس، هناك ربما تشدد في المواقف وما إلى ذلك. ألا يعني برحيل واستشهاد يحيى السنوار ألا يمكن أن يحدث نوع انعطافة، نوع من التغير الطفيف في تعاطي حماس مع بعض الملفات كملف المفاوضات؟
شوف، فكرة الصقور والحمام هذه فكرة ليست حقيقة، ليست موجودة، وبالعكس في كثير من المراحل خاصة خلال فترة ترأسه للمكتب السياسي في قطاع غزة من عام 2017 حتى العام الماضي وقبلها وبعدها لم يكن بهذه الطريقة التي حاولت إسرائيل تسويقها، وكأنه الأمر مرتبط بتشدد السنوار في سواء في عملية التفاوض أو تشدد السنوار فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الفلسطينية الداخلية أو داخل حركة حماس. لكن هناك اعتبار مهم يجب أن يدرك تماما، أن السنوار هو شخصية تميل إلى العمل العسكري وتؤمن أن المقاومة المسلحة هي أولوية، ويجب أن يجند كل مشروع حركة حماس ومشروع الحكم في قطاع غزة إلى خدمة المقاومة. هو عمل على ذلك بالمناسبة بشكل واضح منذ عام 2017 ومنذ عام 2012 حتى عام 2017 حينما كان يرأس ما يسمى الأشغال، الإشراف المباشر على كتاب القسام في المكتب السياسي وكذلك الإشراف على الملف الأمني. كان يتبنى رؤية واضحة أن الجناح العسكري والجناح الأمني والجناح السياسي والمدني يجب أن يكون مجند تماما لخدمة مشروع المقاومة، وهو كان بالمناسبة قد يكون كل ذلك كان في سياق التخطيط الفعلي للذهاب إلى المواجهة فيما يتعلق بطوفان الأقصى. الجانب الآخر، طوفان الأقصى لم تكن شخص يحيى السنوار، وإن كان هو عراب كما أسميته عراب هذا المشروع، لكن هو في الحقيقة عمل وجند منظومة كاملة حركة حماس للذهاب إلى هذا المشروع، سواء كان المشاركين الفعليين من بدءا من نخبة حركة حماس الذين قاموا بهذا الفعل أو ما يتعلق بالقيادات السياسية والعسكرية التي شاركت على مدار عام إلى جانبه. لذلك حينما نتحدث عن الصقور قد يكون هناك بعض التأثير فيما يتعلق في عملية المرجعية، عملية التفاوض في مستوى الميداني، لكن واضح أنه حماس بالنسبة لها هناك فصل في هذه الملفات وإدارتها، بمعنى أنه تأمين والإدارة ملف التفاوض موجود في الخارج. الدكتور خليل الحي هو من يدير عملية التفاوض طوال العام الماضي بتنسيق طيب. وتوجيه مباشر من رئيس سأتي إلى ذلك إلى ملف التفاوض في رئيس الحركة إسماعيل هنيه في حتى لا سيد إياد القرم. أيضا حماية أنتقل إلى السيد السفير ويليام روبك في واشنطن. الإدارة الأمريكية رأت في يحيى السنوار عائقا أمام التوصل إلى اتفاق وللدفع بالمفاوضات، والآن ترى فرصة استثنائية في هذا الأمر من أجل وقف إطلاق النار. يعني على ماذا تبني هذا التصور؟ ألا يبدو منحازا ويتجاهل دور نتنياهو في عرقلة جهود وقف الحرب خلال السنة الماضية؟ Thank you for the question and good evening to you and to your guests. طبعا مساءك لك ولضيوفك. أعتقد أنه ثمة نقطة انعطاف مهمة جدا نشهدها الآن مع مقتل يحيى السنوار. بالطبع هذا تطور مهم للغاية، وأعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تستخلص منه ما هو معتبر لمحاولة ضخ من جديد بعض التفاؤل في التفاوضات، بعض الزخم في هذه المفاوضات لوقف إطلاق النار. ولكن لنكن واضحين أو صريحين، إن منطقي يقول إن حماس لا تزال تمارس في جوهرها نقد أو حق النقد الفيتو لأي نوع من الاختراق أو الإنجاز في وقف إطلاق النار، أي أن يحيى السنوار قتل ولكن منظور حماس السياسي لا يزال قائما. بالإضافة إلى ذلك، على الجانب الإسرائيلي من جانب نتنياهو والتحالف الأقصى اليمين أو اليمين المتطرف الذي يدعمه، نعم لديهم هذا الحس، والآن لا يعتبرون لصالح وقف إطلاق نار إلا إذا ما كان سوف فيكون نوع من التنازل أو الاستسلام من قبل حماس. لذلك الطرفان يبدوان على أنهما معارضين لوقف إطلاق نار. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة وإدارتها ستشعر أنه من الصعوبة بمكان المضي قدما في هذه المفاوضات. طيب، يعني الإدارة الأمريكية طوال السنة الماضية في هذه المفاوضات مارست ما يكفي من الضغوط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف هذه الحرب.
هذه المرة بعد استشهاد السنوار الذي تراه الآن هي فرصة، هل يمكن للإدارة الأمريكية أن تقنع نتنياهو بأن موت يعني السنوار صورة كافية للنصر في إسرائيل، وبالتالي فرصة للنزول من الشجرة والتفاوض والوصول إلى اتفاق؟ هذا سؤال وجيه. إن منطقي يقول حاليا إن رئيس الوزراء نتنياهو والإسرائيليين بشكل عام الحكومة الإسرائيلية تشعر إلى حد كبير بالثقة، ولا أعتقد أنهم في مزاج للتفاوض أو للتسوية. قد تترك لحماس بعض المزاعم أنهم بقوا أو قاوموا في المعركة، لذلك يريدون لحماس أن تبدو على أنها استسلمت، وهذا ما قاله نتنياهو في بيانه البارحة. لذلك أعتقد أنه سوف يكون من الصعب دفع الإسرائيليين ليمضوا باتجاه وقف إطلاق نار، لا سيما على بعد أيام من الانتخابات الأمريكية. وأعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينظر إليه وربما يحسب أنه سوف يكون من الأفضل أن يرى نتائج الانتخابات من قبل أن يحكم قراره حول وقف إطلاق النار. نعم، شكرا لك حتى الآن سيد سفير ويليام. أعود إلى جاكي خوري في الناصرة. استمعت إلى خطاب سيد خليل الحية، كيف يمكن لإسرائيل أن تفهم رسالة حماس من هذا الخطاب الذي جدد شروط حماس من أجل المفاوضات؟ يعني هل هذا يمكن أن يدفع نتنياهو إلى يعني مفاوضات وإحراز تقدم، أم ربما يغريها لمزيد من الضغط العسكري؟ يعني نحن كما تابعنا أيضا في الأسبوعين الأخيرين، إلى جانب طبعا ما حدث في رفح واغتيال يحيى السنوار، الأنظار كانت موجهة بالأساس ليس لرفح ولجنوب قطاع غزة، وإنما يجب أن نعترف بهذا أن الأنظار كانت متجهة إلى الشمال، وكل ما يحدث هناك ميدانيا من عملية ضغط على سكان الشمال تحديدا بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا وجباليا البلد، جباليا المخيم، وصولا إلى أطراف مدينة غزة في أحيائها الشمالية. وكنا نناقش موضوع خطة الجنرالات وإلى أي مدى إسرائيل تسعى إلى تطبيق هذه الخطة بشكل عملي من خلال الضغط على الأهالي والسكان لمغادرة لهذه المنطقة، وعمليا التمهيد لربما لعودة حتى الاستيطان بشكل أو بآخر إلى شمال القطاع من خلال تفريغ هذه المساحة الكبيرة من قطاع غزة. وبالتالي موضوع الاغتيال الآن عاد إلى الواجهة، ملف الرهائن والمخطوفين بوجهة النظر الإسرائيلية وضرورة العودة إلى مسار المفاوضات. ولكن هل هنالك فعلا قرار استراتيجي إسرائيلي وتحديدا لدى نتنياهو أنه يريد أن يطبق مثلا مشروع بعودة الرهائن والمخطوفين وإطلاق السراح لأسرى فلسطينيين بشروط معينة، أم هو يريد أن يطبق المشروع الأساسي الذي يسعى إليه شركاءه في الحكومة تحديدا سموتريتش وبن غفير وبعض الأوساط؟ وهنا يعني يجب أن ننتبه إلى هذه الجزئية، أنه حتى الآن لا نسمع من بن غفير وسموتريتش على سبيل المثال أي موقف مغاير لما عرضاه حتى الساعة وحتى لحظة الاغتيال، بمعنى لا تنازل عن ضرورة عودة الاستيطان إلى شمال قطاع غزة وإلى قطاع غزة بشكل عام، الرفض العام يعني إنهاء الحرب، ادعاء أن وقف الحرب في هذه المرحلة سيؤدي إلى عودة حماس بشكل أو بآخر إلى السلطة، وهو ما ترفض إسرائيل وهذه الحكومة تحديدا بشكل قاطع. وبالتالي ما قاله الأستاذ خليل الحي في كلمته اليوم، وأعتقد أنه عرج على هذه الجزئية رغم أن البيان هو بيان نعي، كان واضح أنه يريد أن ينقل رسالة أن وجود السنوار وعدم وجوده بالنسبة لشروط وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب لن تتغير الأمور، بمعنى أن حماس لن تستسلم لشروط نتنياهو. وإذا لاحظت بالأمس عندما تحدث أيضا نتنياهو وأعلن عن اغتيال السنوار، توجه بشكل مباشر إلى من يحتجز رهائن ومخطوفين وقال لهم بشكل واضح سلموا السلاح وسلموا الرهائن ونضمن. نعم. لكم طيب دعني يعني أنقل هذه النقطة لي السيد إياد القرى، يعني نتنياهو وكذلك جالنت أيضا دعوا مقاتلي الحركة إلى تسليم المحتجزين وإنهاء هذا الملف واغتنام فرصة مقتل واستشهاد يحيى السنوار للمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين كما جاء في رسائل نتنياهو وجالنت. ماذا يعني وراء هذه الدعوة، وكيف يمكن أن يتعامل معها مقاتل حماس؟
أولا، هل لا تمثل أو لا وزن لمثل هذه الدعوات بالنسبة للجمهور الفلسطيني وبالنسبة لجمهور حركة حماس؟ لكن هو انطلق من اعتبار أن إسرائيل استطاعت أن تتخلص من يحيى السنوار، وأنه أيضا تقضي على قوة حماس العسكرية في قطاع غزة وتوجه ضربات للتنظيم، وهو يعتقد أنه يمكن أن تساهم في توفير معلومات بالنسبة لإسرائيل حول الأسرى والجنود في قطاع غزة، ودعا لاعتبار أنه حركة حماس لم تعد موجودة، وهذه السياسة كما توجه لعناصر حزب الله ووجه إلى الجمهور اللبناني وقبلها إلى الجمهور الإيراني، ويبدو وكأنه شكل من أشكال الدعاية التي يريد يوجهها بشكل مباشر نتنياهو ضد الجمهور المعادي بالنسبة له. النقطة المرتبطة بهذا الأمر أيضا، يجب أن ندرك أنه الآن نتنياهو قد يذهب باتجاهات مختلفة، منها الاتجاه لاعتبار أن حركة حماس انتهت بقطاع غزة، وهذا ما عبر عنه اليوم جون كيري في الولايات المتحدة مسؤول السياسات الخارجية والاتصال في الولايات المتحدة، وتحدث بهذا الاتجاه باعتبار أنه أنهى قيادات حركة حماس واستطاع أن ينهي القوة العسكرية ومظاهر الحكم والسيطرة كما يحدث حاليا في شمال قطاع غزة، وبذلك يمكن له أن يذهب إلى صفقة، لكن لا يريد أن يدفع الثمن المطلوب بالنسبة لإطلاق سراح الأسرى والأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى وإنهاء حالة الحرب. كل هذه الاعتبارات بالنسبة لإسرائيل يريد أن يغطي بها أيضا نتنياهو على كل ما كان يقوله سابقا فيما يتعلق باستهداف المدنيين الفلسطينيين واستهداف المناطق الآمنة في قطاع غزة، تغطية على ما يحدث في شمال قطاع غزة من عمليات إبادة في منطقة جباليا ومنطقة شمال قطاع غزة. هذه الدعاية لا تمثل شيء بالنسبة لعناصر حركة حماس باعتبار أنهم هم يقاتلوا في الميدان والعناصر الآخرين موجودين لا يلقوا بالا لمثل هذه الدعايات، وبالنتيجة بتقدير أنه عناصر حركة حماس هم ليسوا منفصلين عن واقع الجمهور. طيب، واضح الفكرة سيد يحيى السنوار. بين اسمح لي بالانتقال يا سيد سفير ويليام روبك في مدينة واشنطن، هذا يعني أنه هو جزء منها. سيد روبك، وول ستريت جورنال ترى أن أي اتفاق مع حماس ربما لن يحظى بموافقة الائتلاف اليميني في إسرائيل الذي يتزعمه نتنياهو، كذلك في الوقت نفسه تعهد نتنياهو بمواصلة القتال وما تزال المشاريع الإسرائيلية جارية على الأرض في غزة من خلق مناطق عازلة، التمركز في محوري صلاح الدين ونتسريم. هذه الأمور إلى أي حد تشكل تحديا أمام الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في هذا الظرف الانتخابي الحساس؟ أعتقد أنه ما نراه على الأرض هذه الحالة القائمة الوضع العسكري مع إسرائيل كونها قسمته القطاع غزة إلى عدة قطاع، وهذا الوضع الإنساني المروع للشعب في غزة، أعتقد أن كل ذلك من المرجح أن يستمر على المدى القصير. وأنا دائما متفائل حيال الدبلوماسية وآمل أن تبلي حسنا في هذه المرحلة، ولست متفائلا على المدى القصير مع ذلك قبل الانتخابات الأمريكية أن يستطيعوا تغيير هذه الظروف المروعة على الأرض بالنظر إلى حسابات الأطراف السياسية الأساسية، إسرائيل من جهة وحماس في الجهة المقابلة على أرض غزة. لذلك كل طرف لديه حساباته، لا أعتقد أن لأي من الطرفين دوافع للوصول إلى اتفاق قد يوافق عليه الطرف الآخر. نعم. طيب سيد جاكي خوري في الناصرة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وقف الحرب وبكل تأكيد لديها تصور عن هذه المسألة، لكن تصور نتنياهو لوقف هذه الحرب قد يبدو مختلفا. ترى الآن ما يحدث على الأرض، مناطق عازلة في الشمال، تمركز في محوري صلاح الدين وكذلك نتسريم، وحديث عن إعادة احتلال غزة من جديد، واليمين المتطرف يتحدث عن إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة. يعني هذا التصور الذي يعني يمتلكه نتنياهو بشأن مسألة وقف الحرب في غزة لا يحد تشكل تحديا للإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟ يعني أعتقد أن ما كيف تعاملت إدارة بايدن خلال العام الأخير أو حتى منذ بداية
يعني ولاية هذه الإدارة، وأقولها بصراحة، بمعنى أن الأمور لم تكن أمريكيا مع سياسة واضحة قبل 7 أكتوبر. يعني عندما كنا نتابع اللقاءات والاتصالات للإدارة الأمريكية بممثليها تحديدا وزير الخارجية بلينكن عندما كان يأتي ويذهب إلى المنطقة وتحديدا إلى رام الله على الأقل في محاولات جس النبض، يعني كنا نستمع بعض الكلمات أن هنالك تفهم وهنالك توجه مغاير. ولكن أنا أذكرك وأذكر المشاهدين أن كل القرارات التي اتخذت من قبل إدارة الرئيس ترامب بالنسبة للملف الفلسطيني وبالنسبة للقضية الفلسطينية، من مسألة السفارة إلى مسألة مكتب منظمة التحرير، وأنا لا أذهب الآن بعيدا بشكل مقصود، لم يتغير شيء. وبالتالي المذهب المشهد الآن واضح أنه ما يريد بايدن أو إدارة بايدن ومن لربما مجموعة من المستشارين، أولا التفكير الأساسي كيف نحن أو كيف نضمن الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي وهذه الإدارة، وبالتالي كيف ستكون تداعيات أي خطوة على شريحتين مهمتين في المجتمع الأمريكي، اليهود والتصويت وأنماط التصويت، وكذلك الجاليات العربية المسلمة. هذه الحسابات، وعليه يذهبون في موضوع مثلا منع الحرب الإقليمية، وشاهد الضغط الكبير الذي يمارس في موضوع الرد على إيران. الملف الفلسطيني لربما كان حاضرا في مرحلة ما وأثر على آلية اتخاذ القرار، ولكن للأسف الشديد حصل تراجع منذ أبريل الماضي، وهذا التراجع مستمر. نسمع بعض الكلمات بعض التصريحات، ولكن هل هذا سيترجم إلى خطوات سياسية عملية تضغط على إسرائيل وتلزم نتنياهو بوقف الحرب؟ أعتقد أن من قرأ الخارطة بشكل أوضح كان نتنياهو وليس هذه الإدارة. حتى تصريحات كاميلا هاريس بالأمس بعد عملية الاغتيال هي تتحدث عن ضرورة وقف المعاناة بجملة واحدة فقط لقطاع غزة دون أن تدخل في أي مشروع يعني سياسي حقيقي. هل سيقدم شيء خلال الأسبوعين القريبين؟ أنا أشك في ذلك. قد يكون المسعى واحد يعني دائرة ضيقة جدا، ضخ مساعدات إلى شمال قطاع غزة، محاولة تخفيض التصعيد، بمعنى أنه أصلا العمليات العسكرية في غالبية المناطق في غزة شبه منتهية، وهذا يؤدي إلى وقف العمليات في رفح في خان يونس، لا يؤدي إلى أي نوع من أنواع الانسحاب، ضخ مساعدات إنسانية إلى الشمال، وعندها نعم، نصل بسهولة إلى 5 نوفمبر، وبعد ذلك الفكرة لحاجة الحاجة. وأشكرك لضيق الوقت سيد جاكي خوري. يا القرى، إذا ما عدنا إلى موقف حماس وما أعلنه سيد خليل الحية اليوم والتمسك مجددا بالشروط السابقة للتفاوض، ما يعني أن ليس هناك تغيير جوهري في موقف وفي استراتيجية الحركة، ألا يستدعي الوضع الحالي في غزة ربما لغة جديدة من قبل حماس وقد تكون هناك فرصة لإنهاء الحرب؟ نعم، يبدو أن السيد إياد القرى لا يسمعني. أختم معك سيد ويليام روبك، سفير ويليام روبك في واشنطن. هل هناك فرصة كبيرة للإدارة الأمريكية ربما الآن مع هذا مع عامل الوقت واقتراب الانتخابات في أن تفعل الكثير بشأن هذه المفاوضات؟ أعتقد أنه ثمة فرصة. أعتقد أن سوف نرى وزير الخارجية بلينكن يأتي إلى المنطقة وسوف يضغط بشدة. أعتقد أن الرئيس بايدن سوف يكون داعما لهذه الجهود وموضحا لدفعه باتجاه وقف إطلاق نار وعودة الرهائن، ولكن أعتقد أنه سيكون من الصعب بمكان مع اقتراب الانتخابات الأمريكية مع الموقف الصعب نسبيا من جانب حماس ومن جانب ما قاله رئيس الوزراء نتنياهو البارحة. أعتقد أنه ما بين الآن والانتخابات أي حركة دبلوماسية قد تكون صعبة جدا. أشكرك جزيل الشكر السفير ويليام روبك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق من واشنطن، كما أشكر سيد إياد القرى الباحث السياسي من خان يونس وسيد جاكي خوري الخبير بشأن الإسرائيلي من بلدة الناصرة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، كما أشكر مشاهدينا على متابعة هذه الزاوية النقاشية. الآن عودة مجددا إلى الزميل يحيى نافع لاستكمال هذه التغطية.